بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، انطلاقات الخير والبركة متوالية ومتواصلة عبر القناة الرياضية بتلفزيون سلطنة عمان. هنا نتابع انطلاقة الشوط السادس عشر، وهو الشوط الختامي وشوط الوداع لهذا اليوم، على أمل اللقاء غدا إن شاء الله في أشواط اللقاية. إذن شوط مخصص للحجايج القعدان من مسافة الأربعة كيلومترات. أسماء عديدة وشعارات أتت من مختلف محافظات السلطنة لتشارك في هذا الحدث الرياضي الذي يقيمه شؤون البلاط السلطاني ممثلا بالهجان السلطانية، هنا على أرضية درة ميادين السلطنة ميدان الفليج. إذن نتقدم مباشرة مع الصدارة لأتابع شاهين حمود بن صغير بن حمود لهيبي، من يتربع على عرش الشوط ويقود هذه المجموعة. بينما المركز الثاني وصل شاهين حمود بن سعيد بن محمد الحارثي. انتقل مع المركز الثالث لأتابع هنا شاهين عبيد بن علي بن مكتوم الإنيبي. بينما المركز الرابع مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، هنا أيضا يتواجد شاهين المر بن سالم بن محمد الغفيلي. نتراجع إلى المركز الخامس، نترك هذه المجموعة لناخذ أيضا بقية الأسماء لنعطي كل ذي حق حقه. هنا المركز الخامس وصل ممثل ميدان طوشاوي بولاية المصنعة، هنا الشهواني يتواجد فراج حمدان بن عبد الله بن مطر الرشيدي. بينما المركز السادس في هذه اللحظات وصل شعار غني عن التعريف مولع حمد بن عبيد بن محمد لهيبي. بينما المركز السابع هنا التواجد ايضا من شديد اسعد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي، وهناك ايضا انتقاله ممتازه مع مياس خميس بن مسلم الزرعي. بينما المركز الثامن تراجع شديد، وهناك ايضا شعار رعخوف على ما يبدو. عموما المركز العاشر اتابع على المركز العاشر متعب راشد بن سالم المالكي. هكذا النتيجه، هكذا النتيجه للعشره المراكز المتقدمة والباحث عن الناموس والباحث عن النقطة الذهبية. الله الله، يا سلام يا سلام. هنا المقدمة، نعود مع الصدارة. الله الله، هي المقدمة. شاهين شاهين لا زال يتربع على عرش الشوط. حمود بن سعيد بن محمد الحارثي يتواجد ليقدم لنا شاهين في هذا المحفل الختامي. المركز الثاني الوصول والقدوم من شاهين للمر بن سالم بن محمد الغفيلي الذي بدأ في هذه اللحظات أيضا يغازل الناموس ويطمح بلقب هذا الشوط. أما المركز الثالث فهناك التواجد يأتي من شاهين لعبيد بن علي بن مكتوم الإنيبي. بينما المركز الرابع القادم، يا سلام، مياس يا مياس مع خميس بن مسلم الزرعي الذي أراه يبدل ما بين المراكز تبديل سلس. بينما المركز الخامس هناك أيضا التواجد يأتي من شاهين على المستوى الخامس. إذا نتابع شاهين حمود بن صغير بن حمود لهيبي. هكذا النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة، ولكن وصل حمد بن عبيد لهيبي في المركز السادس مولع يبي يولعها. بينما المركز السابع القدوم يأتي في هذه اللحظات من شديد أسعد بن يعقوب السعيدي. الله، أيضا القادم من ميدان طوشاوي. هناك أيضا التواجد في المركز السابع، وصول من مشوش مبخوت بن أحمد المهري. وصل المهري، يا مرحبا بشعار مشوش. بينما المركز الثامن أتابع القدوم من شاهين بدر بن محمد حمد بن راعي الدرعي، يصل في هذه اللحظات ليتواجد. والمبيحسي بدوره قادم في المركز التاسع عن طريق مطفي. وفي المركز العاشر هناك تواجد من رشيدي. هكذا النتيجة للعشرة المراكز مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء. نعود مع الصدارة، نعود مع القمة، نعود مع الصراع الثنائي. يا سلام، الله الله، يا شاهين. حمود بن سعيد الحارثي وضع شاهين في المقدمة، ولكن شوف التحدي، شوف القادم من اليمين، شوف شاهين المر بن سالم الغفيلي الذي يتسلل نحو الصدارة، نحو لقب هذا الشوط. يا سلام يا سلام، ختامه مسك مع أشواط القعدان، الأشواط المثيرة. هناك المركز الثالث أتابع من على بعد شديد أسعد بن يعقوب السعيدي ليلحق بركب المقدمة قبل فوات الأوان. وندخل في لائحة الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير، كيلو المضمرين. هنا التواجد من شاهين في المقدمة. يا سلام يا شاهين للمر بن سالم الغفيلي الذي
غير موقعه واحتل موقع الصدارة ليقلب الطاولة على كل المشاركين، بينما المركز الثاني شاهين، الله يا شاهين، حمود بن سعيد الحارثي، والمركز الثالث القادم من الطرف الأيمن مطفي سهيل بن عبد الله بن حارب الدرعي، يا سلام يا الدرعي، القادم من ميدان السرية يبحث عن الناموس، يبحث عن نقطة هذا الشوط. هناك أيضا يتواجد سعيد بن يعقوب السعيدي في المركز الرابع أو في المركز الثالث، وصل شديد وانتقل إلى المركز الثالث، أسعد بن يعقوب السعيدي، يا سلام، الله الله الله، 500 متر نهائية خطيرة مثيرة، أهالي المصنعة قادمين، حذاري يا المرلي يا الغفيلي، أحذرك من شديد القادم نحو لقب هذا الشوط، الله الله الله. إذا المركز الأول على ما يبدو الأقرب إلى شديد، يا شديد، الله يا شديد، غير وانتقل للمركز الأول، أسعد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي، سلام سلام وتحية واحترام، الميدان طوي الشاوي، ولهذا الشعار الجميل، شعار أسعد بن يعقوب السعيدي، أشكرك يا سعيدي على هذا الأداء الممتاز، على هذا العرض الجميل. إذا أمتار أخيرة تفصلنا عن خط النهاية، سلام وتحية واحترام، سلام للمصنعة، سلام سلام الشديد، سلام سلام لأسعد بن يعقوب السعيدي، أسعد الله صباحك يا سعيدي بهذا الفوز وبهذا العرض من شديد. المركز الثاني، إذا في المركز الثاني لسهيل بن عبد الله بن حارب درعي المركز الثالث، المر بن سالم الغفيلي المركز الرابع، في المركز الرابع هملول غيث بن علي النيبي المركز الخامس، شاهين حمود بن سعيد محمد الحارثي المركز التاسع او السادس، في المركز السادس تابعنا شاهين بدر بن حمد بن راعي الدرعي، وفي المركز السابع راشد بن حاكم المالكي، وبقيه المراكز الى لجنه الخط. هكذا كان الشوط، نعود بالتهنئه والناموس الراعي شديد اسعد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي، والى كل الفائزين في هذا الشوط، إلى اللقاء في سباق الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للزميل هاشل بن حارب السعدي، وتهانينا والناموس لمالك شديد أسعد بن يعقوب.